الصحراء. وتنوع المطبخ الجزائري هو رجع إلى التراث الثقافي الذي أو التراكم الثقافي الذي حدث في المنطقة والتبادل الثقافي الذي حدث في المنطقة جراء تعاقب العديد من الحضارات، منها الحضارات العربية، الحضارة العثمانية، الحضارة الأندلسية وإلى آخره. على العموم الملمح مطبخ الجزائري ملمحه على العموم تركي أندلسي، إلا أنه يحتمل في ضياته بعض التأثيرات للمطبخ العربي أو المطبخ المشرقي، وهنا نتحدث عن منطقة الشام ومصر. هذا السياق يأتي طبق طاجين الحلو، وهو طبق ذو أصول مشرقية. لماذا؟ لأنه هو طبق مشابه تماما للطبق المشرقي المصري، وهو طبق الخشاف الذي يتكون من وطبق حلو يتكون من فواكه جافة، إلا أن اللمسة الأندلسية في الجزائر هي ظاهرة في إدراج المكسرات الجافة في هذا الطبق. اليوم عندنا طاجين حلو. طاجين الحلو معروف من 58 ولاية، عندهم في شهر رمضان الكريم طاجين حلو. كل واحد كيفاش يديرو، كاين يديرو بالحم أصله، بيان سير أصله بالحم، مي إلي ما عندكش ماشي مشكل قاع تقدر ديريه طاجين حلو بلا الحم، عادو دوقا يديروه بلا الحم. فوالا نبداو نديرو شوية سمن في الطنجرة تاعنا، نديرو طرف اللحم تاعنا ونديرو شويه ملح باسكو اللحم تاعنا شويه ملح ماشي بزاف، نزيدو عليه شويه مغرفة. هذا السكر العبر تاع السكر ربينا عليه حبه قارص باش ما من اللون تاع المرقه تجيك شابه، نديرو غير مغرفة صغيره هذا ما كان، نديرو هكا ندير عليه شويه مزهر يطيب هذا، ونزيدو له نديوه فوق النار يتقلى. هو طبق طاجين الحلو جاء مع تواجد التركي العثماني في الجزائر، لأن تواجد التركي العثماني بالإضافة إلى جلبه للخصائص العثمانية جلب معه كذلك التراكم الثقافي لاحتكاكه بالمجتمعات العربية، وهذا ما ولد نوع من الثراء في المطبخ الجزائري بالإضافة إلى لمسة خبرة الطباخ الجزائري والتأثير الأندلسي الواضح. هذا الطبق طاجين حلو تاعنا عندنا مشماش، عندنا العينه، الزبيب، عود قرفه، سينا نديرو عود قرفه، وعندنا زوج حبيبات تفاح كل واحد ومقدوره. فوالا نديرو هذه فوق النار كي يطيب الحم نعود نولو للمرحله الثانيه. انا دوكا هذو الفواكه المجففه هذو راني فورتهم، المشماش فورتو، العينه، الزبيب، هذو كاع طابو. كي يطيب حنا اللحم تاعنا نحيوه نرمو هذو ونرمو قبل السكر، نرمو السكر يعقد شويه ونرمي هذو. فطبق طاجين الحلو هو طبق تواجده جاء مع تواجد التركي، إلا أن أصوله تعود إلى أصول مشرقية، وهذا لقربه أو لمشابهته تماما لطبق الخشاف في مصر وفي أرض الشام. انا يدوك نحيت اللحم، طاب اللحم نحيته وفرغت هذاك السكر وعبر ماء ورميت عليه الزبيب. دوك نزيد نكمل هذو فواكه الجافه هذو، العينه، فوالا
هذو فايرين شوية برك، خيس ما ياخذوا غلية زوج، نطفيو عليهم. حبيتو تشبحوه باللنجاص بالتفاح كل واحد ومقدوره. وعندي أنا التفاح واجد، عندي التفاح توجور عندي واجد. القارص هو اللي يعطي له هذاك اللون ذهبي، ما يكحلش هاي العينة ما تكحلش معاه. وانا فورناها وحدها مع المشماش وزبيب. دوكا قبل ما نطفيو عليه ندير له فرغ عليه شويه مزهر ونخليه شويه ونطفيو عليه.